السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. هذا الشلال عندنا راح نعيد نظامه، بس يراد لنا وقت يعني طويل. هذا أنا سويته يعني كرمز، وبعدين عود أضيفا ديكورة إليه، وحطيت المي وظليت عفته ما فرغت أشتغله، يعني الديكور يطلع، هذا الحائط يطلع من عنده صخور اسويها انا بالسمنت ونلونها، وبعدين تشوفوها شلون يكمل. هذا راح اعيد نظامه، لان بقيت الشباب قالوا ما جاي تلاحظ بالمحميه وما مرتبه. ف يعني شوف هذا الحديد من سوينا المحميه ولحد الان حتى ما طلعت عندنا اغراضك وضالات جوا، على اساس هاي نسويها قاعده هنا عربيه. هاي بهذا المكان، وهذا الدرج اللي سويته تصعد منه مقرنص ومحجر وعارف ايش ترتيبات يعني هواي. وهذا نقلب الحائط الى الحائط نقلبه الى صخور، نشتغل بالسمنت ونرتب يعني بعد هسه يعني ترتيبات مو على الفراغ، يعني عندنا فراغ عصري يعني نشتغل به ونشوف شلون ترتيب. هذا عندنا المي، هذا فطر من جوا، هذا المكان فطر من عده، اي هذا هنا وجاي لهنا، هذا فطر هنا انا كنت اسويه ارجع. شوي راد لنظام ترتيبات خطية دني حواوين. وعندنا هاي العين سدت، لان تعرفون الاكل مال الطاير مال الطيور يطاير ومسدت العين، لازم اعادة شلون سديت. هذاك المي طالع فوق وانا مشغل شوي، يعني مي فاتح قليل وهي مسدودة، بس لازم نعيد نظامها همتين. الظاهر يعني انسدت، انهال عليها التراب من جوا وانسدت. احنا مخلين مصفي، هذا مصفي للعكيل وصاخ التطير. هذا الاكل اللي مال الطيور من ينزل لنا، فترتيبات راد لها هواي شغل يعني، فراح ارتب بيها شوي. اهم شيء هذا الشلال شوي نعيد نظامه، اصعد من فوق تخطيط، التخطيط يجي على هذا الحائط قلنا وينزل هنا، راح نسوي شلال يعني على شكل صخور ويجي هنا. يعني نشوف نضيف شنو الترتيبات، الفكرة اللي عندنا ونضيفها هنا بهالجهة وهنا همتين. راح نضيف بعض الشغلات، وهذا نحوله الدرج نحوله إلى همتين صخور إن شاء الله بالأيام القادمة. عندنا بعض الطيور تجي تاكل اكل مال البيت الزايد، اخليه على كتر هذا الحائط يجين ياكلن. هذا اكل البيت يزود شوي، يذوق من عند الطير ويحبه اصلا. هذا الكن الحس الفنجز، هذا الكنار شوف يذوق من عندهم. الجو بعد مو مال الجو بدا يحتر، مو مال التكاثر، يرتاح لازم الطيور
بقية العشوش اللي تريد بيه تكسر بيضها. الجو حار يعني ما يطلع عندك انتاج يعني صحيح. يعني ليش كنالة مثلا تخلي بيض ويلم عش وبعدين يفسد البيض الجو هذا؟ يعني مع ما احنا مشغلين مرشات وهاي ما شاء الله شوفوا هاي المرشة جاي تدير. هذا احنا الساعة 6:15 العصر، الجو يعني حلو. شوف الطيور هاي هنا واتت واضح، شوف شلون قبال المرشة واقفات. هذا اللي فوق همتين يعني ابغى اتجاوب بعد ما والحسون شفت بعض من الحساسين شوشن بيض فاسد، وهنا هاي اول مره بيض عدل، والدايمود ما ادري استوى بيض بعد ما ادري هذا الدايمود هنا. هذا الفحل والطيره قافه، هذا دايمود طيره قافه هنا. هسه اراوكم اياها. عندنا هذا عش رجع مرة ثانية فوق البيضات، قام يعشش البلبل. يعني بيض أول ثلاث بيضات وفزدن، وفوقهن بيضن بعد ثلاث بيضات احتمال هم فزدن. صار لام عش فوقهن فوق العش هذا مال تلام. وانا جيت هاي اذا ما بيض انا اطلق صراحة ما يفيدني انه وحشيات. جبت من دول الكامشين اللي البلابل اللي كمشون يصيدون ذن البلابل الوحشيات. جبتهن وخليتهن انه تعالفهن، ما بقى من عندهن من اللي اربع زواج جبيت صفن بس اثنين، لان نتكاتل بيناتنا هنا بالمحمية ما يسوى غير بس زوج. اريد نطلع من هذا الجاوة، صار عندنا واي الاكل ما جاي يكفي. شوف الطيرة هاي نزلت، هاي صار اشقد قاف عليه ما عبد الوح بيضاتها ما اقدر فوق صاعدة بيضة وقافة وتطلع تاكل شوية وترجع. والكناري شو ما اعرف بعض الطيور الطواير عافت بيضاتي، عافن بيضاتي لان الجو حار وما يعني زق وما اعرف ايش. يعني انا صحيح مرشة تشتغل لهن، اهم شيء الظهر يعني الظهر عندي، بس ما تقدر تقف على البيض حار، جو حار يعني. هي البيض حار والعش تشوفها واقفه الطيره واقفه على البيضات واقفه، الظهر ما زق. ان ذيك طيره عندي هذا الفخت المقنع، اللي يشوف هاي الطيره يشوفها بنات المقنعة، بس هاي طلعت طيرة يعني. المقنع يصير الفحل وجهه أسود أبو لحية الفختة. هاي الطيرة الرصاصية طلعت، بس أنا ما أدري بيهن وين عشعشن وين بيضين.
بس شفت هاي الفرخه طالع اي هاي على الحائط محطوطه، على الحائط حاطه هيك ترى رصاصيه طلعت، يعني مو مثل الفخته. شوف هالسادة اللي جايمها ملكي ملكي، طلع عندنا ثلج وعندنا رصاصي وعندنا بحمر طلع، يعني الملكي ذب انواع، مرات يذب لك حتى ابيض صافي. شوف الطائرة هاي حاطة هنا ملكية، هاي ايش هاي هاي الملكية. دل عدن فرخات هاي الطائرة، هاي شوفوا قافة. هذا المكان تجرون بيه ذاك اليوم فروخ بيه، طلعتهن طيتهن، يعني شفتهن واحد من عدن نزل بالقاع واحدة والبقية طيتهن، يعني خفت عليهن يعني يموتن، وما كنت فارغ يعني أزقهن يدوي. أراويكم ذن الطيور اللي المجموعة هنا حاطة على مود الهواء. هاي لكم عليها الطيرة، هاي شوفوا المقنع، اي هاي رصاصية كلش تصير. عدن فرخة صارت ما ادري بين وين عشعشن، اي هاي واير خليها هيك ترتاح، يعني هذا الصيفيه يعني لحد خلاص التاسع شوي حر، يعني هذا عجينه تموز بعد مو مال عايفة بيضات الطيرة. شوف هذا الابيض الثلج اللي قلكم عليه من قارة يصير ابيض، يصير من قارة ابيض هذا الفختة. وذاك عندنا شوف شي جهه مرتين، بس هذا ابيض صافي يعني هذا. وهاي شوف الطائره الثانيه، هاي رصاصيه شوف ذيك من هناك واقفات، ذاك ابيض صافي يعني شوف ظهر ذني، وذاك اللي من هناك ابيض، لان الثلاث الواقفات. هذني هذا الابيض اللي قلت لكم عليه، شوفوا هاي راح نطلع وجه من ذني الفناجز. بنا على ما يكبرن الفرخات، شوف ذني هذا فريخ، ذني على ما يكبرن ذني الفراخ نطلع من عدن. هذا واحد شوف استوى قاعد يصبغ من قارة، يصير احمر يصبغ استوى. شوفوا هاي الرصاصية الطيرة اللي قلكم عليها، وشوفوا الابيض هذا يصير بس جناحها برصاص والباقي كله ابيض،
يعني حتى نقط ما بي مثل هذا. شوفوا ذن امهات ذن صار نعدي فرخات يعني طلون حلو. مثل هاي من قارها وين؟ شوف هاي من قارها وين؟ هذا ابيض من قارها وهاي من قارها اسود. هن ذن بنات سبحان الله غير عدي من الالوان. هذين عود قلنا نخليهن على صفحة البيض. وهاي الطيرة يمكن طواير هن. وعندنا ذاك شوفوا عندنا واحد فوق هسه راكم وياه فحل حلو من عيونه كلش تصير عيونه حمر كلش وهو ابيض بعد ما صورته ما هو ما ادري. هذاك وياه شوفوا جوا هذاك وياه يصير من قارع كلش شو اسمه ذاك جوا صغير جوا السين. شوفوا هذا الديمود خلنا نطلع حتى نحطه ناكل نطلع حتى تاكل الطيور تنام بقى الدور راح يصير دنيا الليل يصير دنيا الليل وتنام الطيور. هذا عندنا الفخت الكريمي هماتين هواي راح نطلع من عده. عندكم عده خصاصيات راح اطلق صراحه هنا برا خصاصيات اطلق صراحه بلكتي يتزاوج ويا الفخت اللي بالبساتين على مود يتكاثرن يصير الوان يعني ما اعرف من منطقه يعوفوهن ما اعرفكم شو هي. هديت اثنين طيرة وفحل روسي بلبل روسي هديت هنا على مود شوية هم يتكاثرن بهذا المنطقة لان ماكو بلبل روسي قليل. انا شفت قبل سنة هيك من عندهن اكو بس يعني بعد ما صادفت اشوف من عند هذا البلبل الروسي المقنع اي راح شو اسمه بركات الله يصير المعدن. وهذا الفختة اكو من عدن رصاصي هذا الابيض شوفوه اكو عندي طلع رصاصي هنا طرف على الجبت طلع عندي فختة رصاصي هاي لسه قافة هاي الطيرة هاي امه هنا اول وحدة ما مشعش له بس صفرة فضية هاي وديك واحدة وهذا فحلها يمكن هذا حلو شوفوا مطوق بأسود وديك طيرة قافة هناك اي بركن هاي حاط لهن هاي هاي طالع راسها راوكم يا حلو قريب هاي طير هنا قافة شوف الطواير ذن هنا صار لك لحم كيلين على هاي الطواير ساعة هاي تقف صفرة ساعة بيضة ساعة وحدة قطع ما طلع شلون بيضات قام يقفون وين ما شاف ما يبيض بعد يعني الجو حار قامت حتى لو تبيض تعوف بيضاتها بس قامون يغارن هذني هسه اشوف مرات تلقى ثلاث هنا قافات على هذا المكان. هذا الفخت الرصاصي عرفت اطلع مشعشب على مود ما يبين يعني مثل بقية الفخته مالتنا الكريمين اللي بالخارج الوحشيات واحد من عندهم بلكت يصير الوان يعني على مود يتكاثر. هاي طيرة الدايمود هذا عشها هنا بيضت بيه
خطيه بالله شكل. أراكم هذا، هاي مخاليف بخاتي، وهذا الجو ما ينشاف، وحش مو طبيعي. يعني من طب وين ما وين يختفي؟ أنا ما أدخل هواي. شوف الطيور، هاي اللي أقول لكم عليها، الطيرة اللي الفختة برصاصي، هاي طالع هاي بس متشعجلة. راح أهد من عدن بيه هنا أربعة، ما أدري جاي أهد من عدن بالجو في هاي المنطقة. شوفوا هذا الأبيض، هذا الثلجي، هذا الثلجي وين أبو حسين صاحب المحميل، المحميل والنباتات. أبو حسين هاي الطيرة الثلجي، يصير بس جناحه برصاص والباقي ثلجي، هو يصير لونه وبنقارة يصير بياض مو بسواد. هسه هاي طيرة الفحل، يصير عيونه حمر زايدات، دنجة دنجة أم خاليف. وهاي الطيرة إن شاء الله كمشن ونطلع. سمان فزن بيضات هنا، الفحل يقمط بالطيرة وهي نايمة على البيض، كسر البيض، هن أصلا فازات. أروح نحط أكل للطيور ونطلع. عندنا هاي الطيرة، شوف ذاك اليوم شرح لنا موضوع الأعشاش شلون الفختة شلون يلمعش يعني صغير والبيضة قوة تصير بيه. هو يعرف هذا ال، شوفوا شلون ملمعش هاي، مجرد هيك بس تحرك البيضة منها توقع. بس انا اضيف لها عودان دائرة ما دائرة بحيث ما اخليها توقع. بعدين قنعت هنا انا، قال انا ما اقدر اتحكم بيها ابو علي ابو حسين، قال ما اقدر اتحكم بيها، وهي بعد لما تعيش هنا انا والمكان صغير ماكو على قدها، هذا على قدها المكان. ولاني فرخات هنا كان عندي طلعتهن، شوف العش وين عششن، باش كبر هذا المكان بالعنب. اضفت له شويه عودان دائره ما دائره على مود لا يوقع البيض، وعفته. عش ثاني عشت فيه، بدلت اصلا شلت البيضات حطيت لهم عش مثل هذا، هذا هذا زين مناسب. عشت هناك وشلت له هذاك العش من الجيزه، حطيت بيضات من بينه ومشت الامور عادي. يعني عششت مكان صغير، وبوعت له على حكاية ابو حسين يقول توقع توقع البيضات يوقع، فقمت حطيت لين عش ومشت الامور عادي، قفل عليها. هنحط اكل الحين، جاي نعود على هذا القفص مال صيد. هاي الطيور طب تاكل هنا على مودين من دي الكمش من عدهن. هاي هسه شوف الطيور يراد لهن اكل مال كنار. مع المشكله هذا الفخته كانت هنا حاط الاكل مالته، ما كان يقدر ياكل هذا الاكل مال الكناري، هسه قام براحته وهن هواي، لازم نطلع من عندهم. احبابي واصدقائي، شكرا
لمتابعتكم معنا مقاطع الفيديو اللي جاي ننشرها معاكم، ونقول مع السلامة. وخاف محتاج واحد أحد شيء الله عليه يقول أي سؤال أي جواب، ماكو مشكلة. مع السلامة عيوني.